ولكن في ظل رغبة جماهير ومحبي الليث، خمس جولات نقطتين، نقطتين من أصل. أفضل من ضربة زاوية، كرة تلعب على وين؟ على قائم أول، ولكن مقطوعة. عادت بتسديد ليس، والكرة السريعة والعودة إلى الخلف. حسن المجحد محاولة تبرير كرة في عمق دفاعات فريق الشباب. بن مشعل الحارثي، وحتى الآن الشباب يتعادل مع الخليج هنا في ثاني مباريات للليث. كرة من الحال، كرة وصلت إلى ذياب، قطعها لاعب الشباب حارثي. حارثي ليتحصل على خطأ بعد راية من المساعد الأول نواف. طويلة ميسي، عادت للخليج، ضغط من الحارثي، افتكاك كرة أيضا من اللاعب ذياب عقيل. كرة عادت للشباب، يا سلام سعد المولد، تمرير كرة إلى خارج أرض الملعب، ضربة زاوية للشباب بعرضية على قائمة والخطيرة، ولكن قطعها المدافع في الدقيقة 43 والدقيقة 62، مباراة اللي أيضا أنذر فيها المدافع ماجد المرشدي. والملعب ضربة مرمى، ومن أغرب كرات المباراة، كرة أبدا لا تضيع. كرة ثانية عزيبي شال هدف شبابي ثاني، الشباب ينتفض، والشباب الآن يكشر عن نيابة، والشباب مصر على تسجيل ثاني أهداف الساعة بدقيقتين. ومذيعنا الداخلي يعلن عن هدف تعادل عن طريق هشام. كرة شبابية مررت للحارثي، وصلت للأمام المولد أمام فرصة ثالثة، هذه هدف ثاني أضعها، ولكن الصعبة كسر فيها حالة التسلل وسجل معها هدف الفريق الشبابي الثاني. حلوة، بنية جسمانية بشكل سريع وعودة سريعة للتقدم بفارق الهدف. حارثي، يا سلام، سلايد ولا أروع، كرة مقطوعة شبابية إلى رمي التماس للخليج. كرة لعبت، يا سلام، مساعد أول، وهنا الاحتكاك اعتمد فيه على الفريق الشبابي على الكرات المرتدة. وربع ساعة لك، هذا أنا كما فعلها رائد أزيبي، وتصدى لكرة الفريق الشبابي. الآن وقت صلاة العشاء، 50 والتعادل في 78 عن طريق اللاعب محمد بن يطو من ركلة جزاء. محاولة عند الحارثي، مرور، يا سلام، في سبع دقائق قريب من التعادل للمرة الثانية. كرة خلجاوية طويلة، خلاص نلعب في الدقيق. كرة الآن ملعوبة ومقطوعة من الحارثي، عادت إلى رمي التماس للشباب، متواضعة أنت تستحق الفرصة. هشام، عرضية على قائم أول، كرة وصلت في جهة يسرى، عرضية خطيرة تخطت، ولكن راية من المساعد. كرة وصلت الآن إلى القائد ناصر البيشي، لعب كرة أقصى اليسار هناك عند الحارثي، عرضية من الحارثي مشعل، كرة برأسية، كان مميز في شوط أول وممول ولا أروع لخط السلامة للاعب الشبابي ودخول أحمد علي.